يقول: ما حكم التصفيق من باب التشجيع؟ التصفيق ورد فيه قول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قالوا المكاء التصفير والتصدية التصفيق، يعني كفار مكة كانوا يطوفون في البيت يصفقون ويصفرون. فمن فعل هذا الفعل وهو التصفيق والتصفير يقولون تشبه بالكفار. وقالوا كذلك أن التصفيق والتصفير كان من عمل قوم لوط، كان هذا مشتهرا عندهم. ولكن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا فعل هذا الأمر وهو التصفيق والتصفير على سبيل التعبد، يعني يتقرب إلى الله بالتصفيق والتصفير، هذا هنا تشبه بالكفار. أما إذا فعل هذا لا على سبيل التشبه بهم، وإنما مثل السؤال مثلا واحد فاز مثلا صفقنا شجعنا، ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. وكذلك التصفير إن شاء الله ما فيها شيء، لكن التصفير والتصفيق الممنوع هو الذي يتعبد إلى الله به يتقرب إلى الله به. أما إذا كان على سبيل اللعب والتشجيع وما شابه ذلك من الأمور فإن شاء الله لا بأس بذلك، ما في شيء إن شاء الله تعالى.